Good evening and welcome to this evening's webinar on memorable presentation skills for professional success. This webinar will be run in Arabic and it will be presented by Rabi El Khudhar. Before we start, I'd like to take you through a few housekeeping rules. Um, the slides will be sent to you via a link via email within a week from the webinar from today and uh, so will the recording of this entire webinar. <clears throat> I hope you find that useful and you can keep it for your records. Um, there will be a post webinar survey that will pop up. Please do take the time to complete it for us. If during the webinar you have any questions that may come up in your mind, please feel free to put them down in the chat box and uh, we will allocate time at the end of the webinar to address them. Before Rabi takes over, I'd like to quickly introduce you to him. Um, Rabi has been a, commute, a communications trainer and a public speaking specialist. His mission is to empower next generation leaders through memorable training. Rabi has worked with hundreds of professionals in the Middle East and has published his first book on the subject. His trainings, as you will see from this webinar, are all are both very high energy and fun and I'm sure you're going to enjoy this webinar so over to you now Rabi. Thank you Mega Assalamu alaikum I would like to thank you for attending this webinar on the internet presented by Informa وإن شاء الله حنعمل نبذة سريعة على موضوع بشكل شغف شخصي لإلي ومسار مهني صار له هلا أكثر من سنتين ومجملا بعالم التواصل أكثر من عشر سنين. اسمحوا لي قبل ما نبتدي نحاول نفكر سوية بسؤال بسيط. حابب كل واحد منكم كل شخص مشارك معنا بويبنار اليوم يأخذ وقته ليفكر بهذا السؤال البسيط جدا والسؤال هو التالي مما تخافون؟ مثل ما لكم شايفين هناك بعض الصور لبعض الأمور اللي <applause> بعض الأشخاص بيخافوا منها رايد أعرف منكم أنتو شو هني الأمور يلي بتخافوا منا اكثر شيء حاولوا تكونوا صادقين مع نفسكم اذا بتحبوا تشاركونا اجوبتكم فيكم تدخلوا اجاباتكم من خلال علبه الكوستشنز الموجوده امامكم في عندكم بوكس فيها questions فيكم تكتبوا بداخلها مما تخافون وانا بانتظار اجابتكم آه، عندنا اول اجابه اول اجابه الارتفاعات fear of heights جميل اوكي عندنا اجابه ثانيه الخوف من الوحده fear of loneliness كمان طبيعة الحال الصور يلي موجودة أمامكم بتجسد من أهم المخاوف الموجودة عند الناس بعض الناس بيخافوا من العنكبوت بعض الأشخاص بيخافوا من الأفاعي الكثير منا بيخاف من فكرة الموت في عنا خوف إضافي شاركونا إياه أحد المشاركين معنا fear of confrontation أو الخوف من المواجهة مظبوط خصوصا مع بالاشخاص يلي ممكن ما نكون مرتاحين لحتى نواجههم وفي عندي الاجابات هلا الاكثر صراحه مع علامات تعجب fear of public speaking خليني اقول لكم هون بالمناسبه it has been proven scientifically بطريقه علميه على مر السنين انه الخوف من الخطابة أمام الجماهير أو fear of public speaking فيها تكون أهم من الخوف من الموت عند بعض الأشخاص وهذه الأحصاءات أجريت بالولايات المتحدة الأمريكية فالمواطن الأمريكي العادي بخاف من أن يتحدث أمام جمهور أكثر من خوفه من الموت في عندنا كمان إيجابي إضافية هلا شاركنا فيها أحد المشاركين الخوف من الكاميرا فهيدا كمان خوف مشترك عند بعض الأشخاص يلي بيخافوا يتكلموا أمام ناس هذا الخوف بيصير مضاعف وتكون في عامل شاشة الكاميرا أو عامل التلفزيون لكن مثل ما على الأرجح توقعتوا لا شيء يضاهي ما يسمى بالجلوسوفوبيا الجلوسوفوبيا هي الاسم العلمي لرهاب الوقفة أمام الجمهور والخطابة بشكل عام بديكم تنظروا شوي لهذه الصورة إذا فيكم توصفوا بشكل عام ليه برأيكم هذا الطفل الصغير بيعاني من الجلوسوفوبيا مجرد النظر الى صوره هذا الطفل الصغير اذا فيكم دونوا لي اجاباتكم بقلب الكويستشن بوكس شو هن الدلائل يلي برايكم عم تظهر لإلكم وعم تثبت لكم انه هذا الطفل يعاني من الجلوسوفوبيا فيني اقول لكم انا بشكل بديهي اذا بنظر للصوره لاول مره النظره نظره العيون مبين عليها ان عم يرشح منا شعور من خوف وات else غير العيون شو برايكم هن الدلالات يلي عم تظهر بشكل واضح وجلي وعلني انه هذا الطفل خائف اجابه من احد الحضور holding the mic with two hands لاحظوا بالضبط مسكة الميكروفون او الطريقه اللي ممسوكه فيها الميكروفون مسكه فيها الكثير من التشدد، مسكي فيها الكثير من الخوف، في تنشن بالعضلات، وات في عندنا إجابة إضافية <applause> الوقفة أو ما يسمى بالفريز بوز، مبين عليه هذا الطفل إنه كأنه مصدوم، صدمة جعلته مش عارف يتحرك، مش عارف يتكلم، مش عارف يتصرف بجسمه، بصوته، بنظراته. فهيدي كمان فينا نسميها التشنج لاحظوا معي كمان ال اذا فينا نراقب الكتف لاحظوا الكتف كيف جامدين الكتف كيف متشنجين على مستوى الظهر إيجابي إضافية موضوع الأيبروز أو الحواجب فبالإضافة للعيون فينا نلاحظ نوع من علامات دهشة علامات خوف موجودة على مستوى الحواجب جميل جدا فمن ميلي أثبتنا أنه لا شيء يضاهي الجلوسوفوبيا من ناحية الخوف وبنفس الوقت هذه الملامح فيها تأكد لنا إذا الشخص يلي واقف أمامنا بيعاني من رهاب فن الخطابة أم لا ممتاز كثير من الاشخاص بيعانوا من هذه الجلوسوفوبيا او من هذا الرهاب بمستويات مختلفة. ففعليا اذا بدنا نفكر بموضوع تجليات الجلوسوفوبيا تختلف بين شخص والاخر. عم نلاحظ امامنا بالصورة شخص عم بيعاني من ما يسمى بالميلت داون او حالة انهيار من كثرة الخوف، من كثرة التشنج من كثرة القلق من presentation بده يكون فيها بعد قليل اسمحوا لي هون اسألكم قلتوا إذا بدكم تحاولوا تتذكروا لحظة من اللحظات بحياتكم المهنية أو بحياتكم الشخصية لحظة مريتوا فيها وحسيتوا حالكم متوترين توتر شديد في خوف مسيطر على جوارحكم مش عارفين كيف تتصرفوا تجاه مناسبة خطبية معينة. إذا فيكم هيك تجسدوا لي هذا الشعور بكلمة وحدة، أي كلمة بتستخدموا؟ وأنا بانتظار إجاباتكم. في عنا إجابة فحواها الرهبة، وكلمة جدا معبرة. كلمة رهبة واحد يستعملها عادة بالفنون المسرحية رهبة المسرح الوقف على خشبة المسرح أمام هذا الجمهور الكبير الغفير ممكن يشكل نوع من عائق لدى الممثلين اليافعين أو الممثلين الجدد نستعمل كمان هذه العبارة وقتا بدنا نقول رهبة الموقف عندما بعض الأشخاص بيكونوا عم بيواجهوا موقف اجتماعي بيشكل لهم تحدي What else? إذا بدكم تتذكروا أو تفتكروا هذه اللحظات يلي ما قدرتوا تتملكوا فيها أعصابكم تجاه لحظة خطبية معينة، يعني. كيف فيكم تجسدوا هذا الشعور بكم كلمة؟ في عندي إجابة أخرى تخيل ما يمكن أن يحصل في حال ارتباك. جميل جداً فهون عم دخلنا على منطق الوات اف او الاسامبشنز او الافتراضات فالشخص وقته يبتدي يفترض سيناريوهات سلبيه قبل ما يبلش يبتدي بالكلام ممكن يدخل بحلقه من ضمن الطاقة السلبية بتأثر على تفكيره بتأثر على تركيزه بتخليه يستشعر هذا الخوف فعلا جميل جدا بطبيعة الحال وتنقول خوف من الوقوف أمام جمهور والتكلم أمام ناس تجينا كلمة واضحة وجلية هي القلق واحد بيكون الآن برودة في الجسم وعدم تركيز لاحظوا بعض الأشخاص ممكن توصل معهم انه يصير في ردات فعل سلبيه متعلقه بالجسد فممكن واحد يستشعر انه في بالاضافه لشعور بالبروده بعض الاشخاص ممكن يصير معهم حالات غثيان بعض الاشخاص ممكن تصير معهم حاله رعشه معينه اجابه اخرى من احد الحضور feeling اوف reluctancy، فالواحد متردد منه عارف شو بده يقول منه عارف كيف بده يتصرف فكل هذه التجليات صائبة ومحقة وبشكركم على مشاركتكم خليني أخبركم بهالمناسبة قصة طريفة صغيرة متعلقة بهذه التجليات في مرة كنت عم بحضر ورشة تدريبية لموضوع فن الخطابة أمام الجماهير وكنت أنا شخص من الحضور ما كنت الشخص يلي عم بيكون بالتدريب ويمكن هذا الشيء هو اللي ساعدني حتى أرصد ما يلي أحد الحضور كان أول مرة بيحضر ورشة متعلقة بهذا الموضوع ومن النوادر أنه يوقف أمام أشخاص ويتكلم أمامهم فتخيلوا معي أول ما طلب منه أنه يتكلم أمام جمهور صعد وباين عليه ملامح الرهبة ولكن ما حدا منا بالجمهور اتوقع يلي حيصير. ويلي صار هو التالي. من كثرة تملك صديقنا هذا الشعور بالخوف ابتدى بالكلام ولكن شيء عجيب جدا حصل. هو عم يبتدي بالكلام وخلال كل فترة كلامه اللي كانت بين الدقيقة أو الدقيقتين كنا عم نركز مش على كلماته مش على وقفته كنا عم نركز على عضلة خده ركزوا معي على كنا عم نركز على عضلة خده العضلة الموجودة على مستوى الخد في الوجه لدرجة توتره صديقنا العزيز كانت عضلة الخد اللا إرادية ابتدت بالارتعاش هو عم يتكلم فهون تعلمنا درس كتير مهم جسم الإنسان إذا وصل لدرجة عالية من التوتر وهون سببها كان الوقفة أمام الجمهور ممكن يصدر منه علامات لحتى تحذر الشخص إنه لو سمحت لو سمحت انقذ نفسك من هذا الموقف وللمفارقة وقت انتهى من كلامه صديقنا العزيز النيلو ما انتبهت على حالك انت وعم تتكلم كان عضلة خدك عم ترتعش نظر لأن نظرة الدهشة وكان متعجب جدا أنا حصل معي هكذا كذا فمن هالمنطلق نرجع نأكد هذه النقطة لا شيء يضاهي الجلوسوفوبيا أو خوف الجماهير من التحدث أمام الآخرين وتجلياتها كثيرة على الأشخاص جميل جدا هل أتكلمنا على المتحدث نفسه ولكن بدي أتكلم كمان بالمقلب الآخر على الجمهور اللي هو الطرف الآخر بهذه العلاقة ما بين المتحدث والجمهور واسمحوا لي هون أطلب منكم تنظروا للصورة شوي كم مرة وجدتوا نفسكم في مجال عملكم مكان الشخص الموجود على يسار الشاشة كم مرة مرأت بظروف وجدت نفسكم في قاعة مؤتمرات قاعة اجتماعات وفي أحد زملائكم أو أحد مدراءكم أو أحد ضيوف الشركة عم بيكون بعرض ما ووجدت نفسكم غير مكترثين على الإطلاق بما يتحدث به هذا الشخص شاركوني إجاباتكم كم مرة وجدت نفسكم مكان هذا الشخص الموجود على يسار الشاشة وللتوضيح توضيح نتكلم على الشخص يلي لابس نظارات قراءة ويلي أتت مشاعر النعاس لحتى تشتاحه خلال تكلم زميله في عنا إحدى المداخلات بتقول 80% رقم كبير جدا إذا شخص عم بيلاقي حاله أو عم يوجد نفسه أكثر من ثلاث ارباع الأوقات غير مكترف بما يقوله الشخص المتكلم هون لكن فينا نفسرها أنه هذا الشخص المتكلم لم يقم بعمله بشكل كافي لكي يأسر انتباه جمهوره جميل جدا other 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 responses انا نضاي اجابات اخرى اوكي عندي اجابه اخرى مش لدرجه النوم ولكن ممكن نوصل لدرجه النعاس جميل جدا وهوني لازم الواحد يكون منصف انه بعض الاحيان بيكون وقت الاجتماع ما بعد فتره الغذاء أو مع نهاية النهار فبيكون الجسد متعب بشكل عام فممكن هذا الشيء يساهم بالشعور بعدم الاكتراث بما يتكلم به المتحدث إجابة أخرى كانت كثيرا ما تحصل في فصول الدراسة فكلنا بنذكر زملاء لنا بأيام دراسة ما كان عندهم خبرة التكلم أمام جمهور فبناء عليه كان أسلوب رتيب وغير مشجع لكي يكترث الجمهور فشو كنا نعمل كنا نتسلى ونهتم بأمور أخرى خلال التكلم زملائنا أيضا في بعض المحاضرات الجامعية أي نعم مين منا ما كان عنده هذا المحاضر الجامعي يلي بيتكلم لمدة ساعة كاملة بنفس نغمة الصوت يعني بيكون عم يتكلم على اشياء حماسيه اشياء بتخوف اشياء بت... اشياء فيها نوع من دهشه بس لكل هذه الامور بيكون عم يتكلم هذا الاستاذ بوتيره كلام وحده السلام عليكم انا اسمي ربيع الخضر جاي اتكلم معكم على موضوع الفيزياء الكيمائيه اليوم موضوعنا كثير مفهم وجدير بالاهتمام كيف بدك ياني يا استاذ يا محاضر اهتم بالمحتوى اللي عم بتشاركني اياه وعم بتقول عنه انه محتوى جذاب وانت عم تتكلم بطريقه كانك داخل تنام مزبوط ولا لا كثير منا كنا نواجه هذه المشكله مع الاساتذه الجامعيه او البعض منهم بعض المحاضرات الدينيه يكون الحضور فيها اجباري مشكلة الخطابة الجذابة مشكلة موجودة بكل أنحاء المجتمع حوالينا فكمان بالإضافة للخطاب المهني أو الخطاب الأكاديمي فينا كمان نفكر ببعض الخطباء بالمعترك الديني يلي ما بيخلوا جمهورهم يكترث للي عم بيقولوه فمش هيك البعض منا يمكن يفضل رجل دين معين مقارنة مع رجل دين آخر والسبب على الارجح بيكون بطريقه تواصله مع الحضور لانه المحتوى على الارجح حيكون نفسه في عندي كمان بعد إجابة أخيرة حابب شاركها معكم once or twice during the past 12 months فمرة أو مرتين كحد أقصى خلال السنة المنصرمة ممكن هذا العدد يكون قليل ولكن برأيي المتواضع هذه مرة أو مرتين لازم يكونوا صفر بمعنى ذوز ار وان اور تو ماني تايمز مسؤوليه حيل الشخص يتكلم امام جمهور انه يقوم بواجبه العملي يقوم بالتحضير اللازم لانه الوقفه امام جمهور كان هذا الجمهور 3 اربع اشخاص او 30 40 شخص او 300 او 400 شخص هذه الوقفه امام الجمهور ليست بحق منزل هذه وقفه مسؤوليه يترتب عليها الكثير من التحضير لكي نكون جاهزين لهكذا موقف فلنرجع نكرر لنرجع نكرر تجليات هذا الخوف كثيره على الاشخاص وعواقبها وخيمه على جماهير هذه الاشخاص جميل جدا طيب سؤال خلينا نفكر لماذا نقلق من التكلم أمام الناس ليه شخص بيكون بإطار اجتماعي على فنجان قهوة مع أصدقائه مع عائلته ليه هذا الشخص بيكون شخص مفعم بالحيوية شخص حماسي شخص فكاهي ليه بيكون هيك بهذه الأطر وبس بده يوقف وقفه رسميه امام جمهور امام زملاء له بيتحول لرجل الي ليه برايكم انا بانتظار اجاباتكم لماذا نقلق من التكلم امام الناس بطريقه رسميه بطريقه مهنيه عندي اجابه بتقول الخوف من الظهور دون التوقعات فهون اخونا الكريم عم بيقول لنا انه انا كمتحدث او حاله متحدث ممكن يعطى الهم او يخشى ان يخذل جمهوره جميل جدا وات شو ممكن تكون منابع هذا القلق في عندي احد الحضور عم بيقول لي انه هذه الندوه هذا الـ هذا الويبنار ذكره بفيلم اسمه ذا كينجز سبيتش بهم نعرف كيف ذكرك بهذا الفيلم وبدعو جميع الحضور بمشاهده هذا الفيلم لانه هذا الفيلم بأرخ بطريقه دراماتيكيه كيفيه مساعده احد ملوك بريطانيا كيف شخص مدرب ساعده لحتى يتكلم ويتحدث أمام الجماهير بطريقة أحسن وهذه قصة مبنية على واقع فإن شاء الله تكون اللكتشر مثيرة للاهتمام بقدر الفيلم بشكرك لنرجع لماذا نقلك من التكلم نقلك من التكلم أمام الناس الحكم على الشخص فممكن الواحد بيكون واقف أمام جمهور يبلش يخشى من ان يصدر الناس احكام عليه. وهذا الحكم ممكن يرافقه بكل مسيرته المهنيه داخل هذه المؤسسه او خارجها. اوكي قله الثقه بالنفس اجابه اخرى ممكن الشخص يكون من داخله عنده مشكله بالثقه بالنفس فهذه المشكله بتتفاقم عند وقوفه امام مجموعة كبيرة من الناس لانه بحس حاله فعليا تحت المجهر. اجابة اخرى: "Not well prepared" قلة التحضير. جميل جدا فبعض الاشخاص بيقولوا لنفسهم انه انا ماني بحاجة لحضر، انا بعرف حالي كيف بدي اتكلم، ما انا المدير الفلاني. أو أنا عندي خبرة هذا العدد الكبير من السنين وقت يجي ليوقف أمام الجمهور بدق ناقوس الخطر بذهنه ببلش يصير في تأنيب الضمير كان لازم تحضر يا فلان فساعتها ببلش الشخص يقلق بلحظته إجابة أخرى عدم السيطرة على بعض ردود فعل الجسم مثل كسر النفس جميل جدا مثل ما شايفين على الصورة مثلا هذا الشخص يعاني من شيء اسمه الهايبر فنتيليشن أو التنفس بوتيرة سريعة وهذا التنفس يكون سطحيا بسبب القلق الذي ينتابه إجابة أخرى ضعف المعرفة بطبيعة الجمهور عدم القدرة على توقع ردود أفعالهم جميل جدا فإذا شخص محضر محتوى معين وهذا المحتوى يكون محتوى عام ولكنه قصد قاعة أو جمهور محدد ذات توقعات محددة ممكن هذا الشيء يوتره للمتكلم ويزيد من نسبة قلقه جميل جدا إجابة أخيرة ممكن نناقشها غالبا كثير ممن يمزح امام اهله واصحابه هو نفسه يمر بضغوط نفسيه فيحاول ان يغطيها او يعوض عنها بجو المرح والفرفشه امام من يعرفهم. اجابه مثيره للاهتمام لانه في مقوله شهيره بتقول انه the funniest people are often the saddest. أو الأشخاص يلي بيكونوا الأكثر سعادة أو الأكثر مرحا أو الأكثر فكاهة بيكون بينتابوا من الداخل شعور بالحزن شعور بالمرارة فممكن بعض الأشخاص يلجأوا لجو مزاح وجو فكاهي مفرط لحتى يغطوا هذا الشيء وبتكون الفكاهة أسلوب لحتى يغطوا قلق ما ينتابهم في بعد عندي إجابة إضافية ضافت أحيانا الغرور والثقة الزائدة جميل جدا الزائد عادة يكون أخ للناقص فوقت واحد يحس حاله أنه واثق من نفسه وواثق من محتواه ومنه بحاجة ليحضر ساعتها بيصير ينقلب السحر على الساحر كما يقال جميل جدا فهذه أسباب كلها واقعية لسبب قلقنا من الناس ففينا نفكر فيها بشكل عام من ميلة وحدة فينا نفكر فيها بسبب توقعات الآخرين غالبا الإنسان بيكون عم بفتش أو بيبحث عن شيء مهم جدا في حياته ألا وهو الابريشيشن أو التقدير الإنسان يهمه جدا اكان في مجال عمله او في منزله او في محيطه الاجتماعي ان يكون مقدر. فهذه الوقفه امام جمهور ممكن ان تكسر هذا الكم من التقدير الذي هو بحاجه اليه. وهون بنرجع لفكره التوقعات اللي تكلمنا عنها سابقا. في سبب اخر اخوتي واخواتي. الكثير منا ممكن يكون بخاف من فن الخطاب أمام الجماهير لأنه بخاف أنه يتم نبذه من المجموعة اللي بينتمي لإلها فبكل بساطة إذا أنا ما تكلمت بطريقة جذابة مقنعة ممكن أنبذ بطريقة مبطنة من مجموعة عملي بالشركة او اذا ما قدمت خطاب جذاب ممتع ممكن انبذ من جمهور هذا المؤتمر والى ما هنالك هذا الخوف من النبذ موجود منذ قدم العصور واذا بتتذكروا ايام زمان وقت مواطن بمدينه أو أحد سكان قرية ريفية نبذ من هذه القرية وخرج خارج أسوارها هذا النبذ ممكن يؤدي للموت فبعض علماء النفس عملوا هذا الرابط ما بين هذا الخوف القديم من النبذ الذي يولد الموت وربطوه بالخوف المعاصر الذي ينتابنا عند الوقوف امام جمهور للتحدث وللتكلم. ففي بعض علماء النفس ربطوا بين هذا الخوف الدفين يلي هو الخوف من الموت المتعلق بالنبذ والخوف من الوقوف امام جماهير. فالموضوع عميق جدا وممكن يخلي بعض الاشخاص ما يعرفوا يتكلموا كلمتين ورا بعضهم. في عندي إحدى المداخلات عم بتقلي زرع الثقة بدايتها تكون في البيت ومن الولدين من الصغر أحسنت الكثير من المشاكل يلي بشوفها عند المتدربين يلي بيلجأوا لخدماتي نضطر نرجع بالزمن لورا لحتى نكتشف إنه في مشكل ما خلى هذا الشخص يكون عنده مشكلة متعلقة بفن الخطابة اسمحوا لي أشارككم قصة صغيرة قبل ما نختم كان في أحد المتدربين شخص لامع رائد أعمال بيتكلم بطريقة مفعمة بالحماسة وأفكاره جدا نيرة أول ما توضع لهذا الشخص على مسرح ليتكلم أمام جمهور ببلش يتلعكم بالكلام بيصير في عنده ما يسمى بالتأتأة فما يعرف يقول حتى اسمه اكتشفنا بعد العمل الدؤوب سوية انه بي ايام صغره واجه مشكلة عندما كان هناك عرض مسرحي كان هو بطلا فيه سقط واقعا على خشبة المسرح وسمع ردة فعل ساخرة ضاحكة من جمهور زملائه فبعقله الباطني ربط هذه الوقفة على المسرح بردة فعل سلبية أثرت على نظرته لنفسه وتفكيره وهذا كله بيصير بالعقل الباطني واحد ما بينتبه لما بيحب فن الخطابة ممكن يعطي أسباب منطقية عقلانية ولكن ممكن يكون السبب دفين ببعض الأحيان فزرع الثقة في البيت من الصغر أمر مهم جدا لحتى نحسن من فرص نجاح أولادنا بموضوع فن الخطابة أمام الجماهير لحتى نختم اسمحوا لي لكم بعض الملاحظات علينا جميعا أن ندرك الآتي فن الخطابة قبل كل شيء أمر ممتع الكثير من الناس يفكرون بواجب الوقوف أمام مجموعة من الناس للتحدث يفكرون به من منطلق العمل الذي يجب أن أقوم به أو الشيء الذي سوف يسبب لي صداعا بينما فيني أكد لكم من تجربة شخصية ومن ممارسات حية شهدتها جراء تدريبات أقمت الكثير من الأشخاص بكافة أنحاء العالم العربي وقت الواحد يعرف بالضبط ماذا عليه أن يفعل وما هي أسرار المهنة ممكن أن يقلب هذا الخوف وهذه الرهبة إلى الشغف وتطلع للحظة الكلام المقبلة يعني ممكن الواحد يتحول من شخص بيرتاب وقت يكون عنده برزنتيشن بده يكون فيها بالعمل لشخص بيكون كاتب على روزنامته امتى موعد البرزنتيشن المقبله لهالدرجه بيكون متحمس وشغوف للوقوف امام الناس لانه ما بخفي عليكم هذه الوقفه وقفه ممكن ان تساعد في تحسين ما يسمى بالايجو هذه الوقفة أمام الجمهور في كافية تعطيكم إيجو بوست تعطيكم دفعة إيجابية للشعور الجميل تجاه نفسكم وتجاه قدراتكم المهم الواحد يعرف كيف يتمكن منه فن الخطابة النقطة الثانية يتم إتقانه من خلال إتقان مهارة الإصغاء وأنا بركز بشكل عميق جدا على موضوع الاصغاء بكافه الدورات التدريبيه المتعلقه بفن الخطابه لانه الرابط ما بينهم رابط وثيق جدا. وانا شخصيا من دعاه الذي القول التالي: a good speaker is a great listener او خطيب جيد هو مصغي لامع. لهالدرجة موضوع الإصغاء مهم جدا بفن الخطابة النقطة الثالثة اتباع سرد قصصي ملفت ممكن يساعد كثير بالوصول لدرجة عالية من اتقان فن الخطابة. وقبل ما اكمل بموضوع السرد القصصي اجاني السؤال متعلق بمصطلح الايجو اللي ذكرته سابقا هل الايجو يشمل الذكور والاناث ام هو فقط مخصوص للذكور فقط؟ كاجابه سريعه الايجو يمكن بشكل متعارف عليه موجود بشكل علني وقوي اكثر عند الذكور ولكن هذا الايجو موجود عند البشر كلهم. So irrespective of the gender الموضوع موضوع الايجو مهم جدا عند الذكور والاناث وهذا الايجو يبحث دائما على ان يكون فاليديتد او ان ان يتم تصديقه فممكن الاشخاص يلجاوا لامور متعدده لحتى يوصلوا لهذه النتيجه واحداها هي التمرس من فن الخطابه لانه وقت تستمع لاشخاص اخرين مثلك عم يسقفوا لك وعم بيقولوا لك برافو أحسنت هذا الشعور بطبيعة الحال بيعزز من قيمة الشخص الذاتي وبتمنى أكون أجابت على إجابتك أي نعم الإيجو أو الشعور بالأنا فلحتى بس نرجع للي كنا عم نتكلم عليه فن الخطابة أمر ممتع يتم إتقانه من خلال إتقان مهارة الإصغاء ومن خلال إتباع سرد قصصي ملفت بركز كتير بدورات التدريبية على موضوع السرد القصصي أو ستوري تيلينج لأنه الناس بطبيعتها بتحب القصص ومش غريب إذا بتفكروا فيها بمعظم القصص بمعظم الكتب السماوية في قصص لأنبياء موجودة حتى الأشخاص تتعظ منا وتتعظ من سمات أبطال هذه القصص إذا خير الجمهور أنه يتابع ندوة علمية فيها الكثير من الأرقام والرسوم البيانية وما بين اطلاعه على نفس المعلومات ولكن من خلال سرد قصصي رهانة أنه هذا الجمهور حيتذكر بشكل جلي أكثر وبشكل معمق أكثر المحتوى إذا طرح عليه من خلال سرد قصصي ملفت وهون سؤال لكم إذا بتحبوا تشاركوني أه وجهات نظرك نظركم ليه برأيكم الناس بتحب القصص What is so unique about stories أين يكمن نقطة أين تكمن نقطة الجذب لدى الجماهير فيما يخص القصص بشكل عام والسرد القصصي بشكل خاص. أنا بانتظار إجاباتكم. في عنا إجابة بتقول حب الناس للتشويق أو السسبنس، أي نعم. السرد القصصي أو القصص فيها تخلق هذا الشعور بشكل أوي كتير وجذاب كتير لأنه الجمهور بيصير جالس على طرف الكرسي بانتظار أن يعرف ماذا سيحصل في ختام هذه القصة فالسرد القصصي بيأمن عامل السسبنس أو التشويق أي نعم إذا بتفكروا فيها كل الحضارات الإنسانية لديها نوع من أنواع السرد القصصي ايام زمان كان في بعض القصص التي ترسم على الجدران او داخل الاهرامات شيوخنا واجدادنا في الباديه وفي الصحراء العربيه كانوا يتكلموا نوع من سرد قصصي شفوي من خلال آه ال القول الماثور واذا بتفكروا كمان ببلاد الشام في عندنا كان مبدا الحكواتي يلي اهل ال اهل ال أهل الحارة بيجتمعوا كانوا بالقهوة لحتى يستمعوا لحكايات شفوية حتى هوليوود السينما الأمريكية إذا ما فيها في عالمنا المعاصر هي نوع من سرد قصصي ولكنه سرد قصصي مرئي مرتبط بالصور وهون النقطة اللي ذكرها أحد زملائكم فيجواليزيشن أهمية إنه نتخيل بشكل صوري الأبطال والحبكة والأحداث هذا جزء كثير مهم متعلق بالسرد القصصي أي نعم بعض الإجابات الأخرى العظة التي غالبا ما تحتوي على أي قصة لا جميل جدا ففي بعض القصص بتلجأ لسرد قصصي كرمال توصل لخاتمة اللي هي العظة أو lesson learned شو بدنا كيف بدنا نتعظ من هذا من هذه القصة وفي القرآن الكريم هناك سورة كاملة اسمها سورة القصص يلي, بتت... يلي بتتكلم إذا من غلطان على قصة سيدنا موسى فمثل ما قلنا الناس بتحب السرد القصصي لأنه كل هذه الأمور يلي ذكرتوها موجودة فيها جميل جدا آخر نقطة حابب شارككم إياها اليوم النجاح بفن الخطابة يمر لا محالة بتطوير أداء خطابي جذاب خاص لكل واحد منكم وهون عم نتكلم بالتحديد على موضوع البودي لانجوج أو لغة الجسد إذا بدي أسألكم وإذا بتحبوا تشاركوني إجاباتكم شو اللي بيلفتكم من ناحية الأداء الخطابي أو من ناحية لغة الجسد شو اللي بيلفتكم بالخطباء يلي بيأثروا فيكم يعني إذا بدنا نفكر بخطباء قادمي العهد أو حديثي العهد مثل مارتن لوثر كينج أو ستيف جوبز أو قادة عالمنا المعاصر شو اللي برأيكم مجدي أو نافع أو إيجابي بأدائهم الخطابة أو بلغة جسدهم شو اللي بيساعدهم من هذا المنظور لكي يأسر قلوب وأذهان جماهيرهم طبيعة الحال في عنا الكاريزما المتعلقة بالشخص نفسه في عنا البلاغة بأنه بيقدر يتكلم بطريقة بمفردات المناسبة ملامح الوجه الهدوء والابتسامة جميل جدا الطاقة يلي يعني ممكن واحد يستشعرها بالجمهور ب... بلغة جسد وبصوت المتكلم فنبرة الصوت ممكن تأثر جميل جدا ونقطة كمان إضافية صدق المتكلم فإذا بنستشعر إنه المتكلم جينيوين إنه عم يتكلم بطريقة صادقة ممكن نتأثر إيجابا فيه جميل جدا فكل هذه الأمور اللي شاركتوني إياها هي أمور محقة هي جزء من تطوير أداء خطابي جذاب ونقطة مهمة كل واحد منكم عليه أن يطور الأداء الخطابي الخاص به مش معناته إذا شخص عم يتكلم بطريقة حيوية ومفعمة بالنشاط يعني أنا لازم أتكلم مثله علشان أصبح متكلم ناجح مش بالضرورة ممكن شخص يكون مفعم بالحيوية وهذا بيكون اسلوبه ولكن ممكن يكون من منطلق اخر شخص يتميز بالرصانة بالكلام الهادي ويأسر قلوب الجمهور بنفس الدرجة لا بل اكثر فهون اهمية انه واحد يكون صادق تجاه نفسه لحتى يطور اداء خطابي جذاب وقت نتكلم على كل هذه الامور فينا نوصل لهذه الخاتمه المجسده بالصوره اللي امامكم الا وهي ابهار جمهور فينا نبهر جمهورنا شو ما كان حجمه اذا فينا نطور اداء خطابي جذاب ندخل في سرد قصصي وبطبيعه الحال نستمتع باداءنا الخطابي نحن قربنا ننتهي ان شاء الله لاخر ربع ساعة بوقتنا رح يكون عنا هامش لاسئلتكم ولمشاركاتكم وانا هلا حاليا حابب افتتح باب الاسئلة من بعد ما اشكركم لحضوركم هذه الندوة التدريبية لكي نبتدئ بالاطلاع على هذا الموضوع الواسع والشاسع المتعلق بفن الخطابة امام الجماهير فبشكركم لوقتكم وانا جاهز لتلقي اسئلتكم من خلال خانة الـ questions. فمثل ما تفضلتوا وشاركتوني مداخلاتكم خلال الندوة التدريبية بتمنى عليكم تشاركوني أسئلتكن بنفس الطريقة ورح أتطرق لكل سؤال واحد تلو الآخر ويلي بيحب يشاركنا موقف حصل معاه شخصيا متعلق به فن الخطابة اهلا وسهلا ايضا. اوكي في عندي سؤال اول سؤال متعلق ب بعض العقاقير قبل الظهور في اداء العرض. فبعض الأشخاص ممكن يلجأوا لبعض المهدئات أو المسكنات لحتى يساعدهم هذا الموضوع بالوقوف أمام جمهور ليتكلموا بطريقة مستريحة أكثر. طبيعة الحال هذا الموضوع خطير جدا لأنه وقت نستعد نستخدم هذه العقاقير منكون فعليا عم نخلق حالة من الديبندنس أو الاتكال على هذا العامل الخارجي وأول أو مرة ممكن ناخده يمشي الحال بس ممكن يكتشف الشخص أنه بعد الاستعمال الأول ال الدوسج غير كافي فممكن يزيد بالدوسج ممكن يفتح على حاله باب يشكل خطر على صحته فبالنسبة ل استعمال هذه العقاقير لتملك الستريس شخصيا انا ضده وما بنصح فيها وفي وسائل ممكن الواحد يعالج موضوع الستريس او التوتر المتعلق بفن الخطابه امام الجماهير من دون اللجوء لاي لأ نوع من الادويه يلي ممكن لا سمح الله تصير مضره لاحقا سؤال اخر أو بالأحرى قصة أحد المشاركين حابب يشاركنا إياها حضرت مرة محاضرة وطلب من أحد الحضور الكلام فرفض بتواضع وبعد إلحاح استجاب ووقف أمام الحضور ونظر لهم ثم توجه بدعاء متعارف عليه فكان الأثر واضح من الحضور ووصل الكثير منهم للبكاء والخشية جميل جدا طبيعة الحال الأشخاص عندها اختلاف بكيفية تلقف هذا الحس بالرهبة أو هذا الحس بالخوف ما بعرف إذا هذا الدعاء يلي حضرتك ذكرته زميلنا العزيز هو دعاء سيدنا موسى ولكن في دعاء مشهور بيقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بعض الاشخاص ممكن يلجأوا لهذا الدعاء لحتى تنزل عليهم نوع من السكينة الربانية قبل ما يبتدوا بالكلام ف الأدوات مختلفة ولكن الهدف يجب أن يكون واحد أن نكون مستشعرين بنوع من سكون نوع من راحة قبل ما نبتدي بالكلام مع العلم أن الراحة التامة ممكن تكون دليل خطر يعني لازم دائما الواحد يحس بنوع من الخوف البسيط اللي ممكن واحد يستشعره على هيك مستوى المعدة قبل ما يبتدي بالكلام لأنه هذا الخوف يعتبر خوف صحي. ف الواحد يستشعر انه منه خائف بطريقه بسيطه قبل ما يبتدي بالكلام، ممكن ساعتها هذا الشيء يكون بداية انحدار سلبي بالنسبه لادائه الخطابي. جميل جدا. سؤال اخر. What is your recommendation for the ice breakers؟ فموضوع الايس بريكرز موضوع مهم بفن الخطابه او كيفيه كسر الجليد مع الجمهور في طرق كثيره البعض ممكن يلجأ لاسلوب النكته البعض الاخر ممكن يلجأ لاسلوب القصه ولكن المهم شو ما كانت الطريقه أن تكون هذه الايس بريكر او هذه الوسيله لكسر الجليد المهم ان تكون صادقه ونابعة من القلب ونابعة من واقع لأن الجمهور الذكي إذا استشعر أنه أحدنا لجأ إلى آيس بريكر غير صادق فقط لكي يقوم بهذه الآيس بريكر ممكن ساعتها الهوة تكبر بينه وبين جمهوره فالمهم الواحد يستشعر بصدق ويكون فعلا مركز على اللحظة اللي عم يتكلم فيها Can you summarize the set of skills required to be a good speaker and how to practice before delivering the speech? هذه فينا اعطي فيها workshop ثلاث ايام. In principle, in principle, القول uh, الماثور practice makes perfect او التمرن او التمرين uh, uh, يوصل الى نتيجه uh, هو شيء uh, يجب ان uh, نتذكره. فحال شخص رايد انه يتحسن من ناحيه فن الخطابه عليه ان يبذل مجهود وهذا المجهود يقاس بالوقت. كل ما الواحد وضع وقت اكثر بالتحضير كل ما بيكون عم بيزيد من فرص نجاحه بفن الخطابه وبدورات التدريبيه طورت معادله عمليه ممكن الواحد يلجا لها بالنسبه لكميه الوقت اللازمه للتحضير آه، لمهام آه، خطبية مختلفة What else? آه... أوكي أكبر مشكلتان تواجهني عادة ضيق النفس وأحيانا اختفاء الفكرة ولكن في غل... أغلب الأحيان آه، 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 لم أستسلم لذلك بترجع يرجع الهدوء ووضوح على الفكره جميل جدا وبشكرك على استعمال كلمه استسلام لانه هذه فكره مهمه بموضوع فن الخطابه كثير من الناس او كثير من المتدربين يلي يعني بيلجؤوا لدورات التدريبيه بيكون ابتدى بالكلام ولكن فجاه بيوقف بيقول لنفسه فيني ارجع عيد فيني ارجع عيد من البدايه او اسوا من هيك بي بيبتدي يعود لمكانه ويقول لنفسه بطل بدي هذا الاستسلام علامة خطيرة جدا يجب أن تكافحوها You should never surrender on yourself إذا استسلمت هذه ممكن تكون بداية حالة نمطية بتكونوا طورتوها بينكم وبين ذاتكم انه خلص كل مرة بدي اتكلم فيني استسلم للموضوع في حدا تاني يتكلم عني you have to face your fear عليكم ان تواجهوا هذا الخوف لكي نبتدأ بمسار التحسن في موضوع مهارة الخطابة زميلكم اللي شارك معنا القصة حبي يوضح انه الدعاء يلي قاله المتحدث كان دعاء القنوط ولكن قالوا بطريقه صادقه جدا اثرت كثيرا بالجمهور الحاضر بوقتها، بشكرك للتوضيح. من احد اخر الاسئله بعد في عندنا وقت لسؤال او سؤالين كحد اقصى، احيانا ياتي الارتباك في النهايه، نقطه مهمه. فموضوع الارتباك بيصير بالنهايه اذا الشخص ما بيكون لجا لتطوير خاتمه محكمه لعرضه الخطابة وأكثر الأمور يلي ممكن تزعج الجمهور إذا في شخص منا عم بيتكلم وبعدين فجأة out of nowhere بيقول شكرا جمهور عنده مشكلة مع هذا الشيء لأنه ما بتكون هيأته أنك بلشت تنتهي من الكلام فكتير مهم أنه بقدر ما نطفي أهمية للمقدمة أنه نطفي أهمية للخاتمة لحتى تكون محكمة ولحتى رسالتنا توصل بطريقة واضحة للجميع جميل جدا بعد عندي مجال للسؤال أخير إذا أحد منكم عنده أي سؤال شكرا لكم وجودكم معنا لهذه الساعة من الويبينر. إذا حد عنده أي سؤال نهائي أنا جاهز اوكي عندي بعض رسالات الشكر يلي عم تاتيني اسمحوا لي اشكركن انا بدوري لحضوركن وسؤالنا الاخير سؤال فينا نقول ختامها مسك هل فعلا التدريب يحل المشكله؟ Does training really solve the problem? جميل جدا كثير من الناس عنده اعتقاد انه في اشخاص في نوعين من الاشخاص في هذه الدنيا اشخاص بيعرفوا يتكلموا واشخاص ما بيعرفوا يتكلموا هذا رأي برأي المتواضع رأي خاطئ anyone and I mean anyone can be a fantastic public speaker حيال شخص حيال شخص ممكن ان يصبح خطيب لامع وماهر وهون ياتي التدريب لانه من خلال التدريب ممكن الواحد يتعلم بعض المفاهيم بعض الاسس بعض القواعد الاساسيه يلي بتساعده انه يعرف كيف يتصرف يلي بتساعده انه يعرف كيف يحضر يلي بتساعده انه يكون على سجيته خلال اداء الخطابه وبالاضافه للتدريب لازم يكون في مجهود شخصي انه كل واحد منا يبذل مجهود لحتى يطور من مهاراته يطور من معلوماته العامة يثابر على مهارة الخطابة أمام الجماهير مثل ما الواحد بيثابر على تعلم أي لغة It doesn't happen overnight الموضوع ما بيصير كامل بين ليلة وضحاها فالبداية حتكون مع التدريب وعلى امل ان شاء الله يكون عندي فرصه بالقيام بدورات تدريبيه مع شركه انفورما أكانت علنيه او داخل الشركات وان شاء الله ساعتها بيكون لقاءنا معكم شخصيا لحتى نكمل الحديث على موضوع فن الخطابه امام الجماهير اسمحوا لي ختاما اشكركم على حضوركم معنا وحاترك كلمه الختام لاحد منظمي الدوره لحتى يذكركم ببعض المواضيع. فلكن آه، بنكون وصلنا حاليا لنهايه الدوره آه، للتفكير حيكون في عندكم سيرفي رح يظهر امامكم امام الشاشه آه، بنشركم مسبقا لملئه آه، كرمال نعرف آه، كيف نحسن من الويبينارز بالمستقبل شكرا لكم بتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته